غرباء 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 غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا بالأمس من صفحة 269. We finished 269 yesterday. So we have to start with 270, 270. لكن لدينا بعض الواجبات المنزلية. We have some homework. So we have to go back to 265. صفحة 265. هل فعلتم الواجب المنزلية؟ نعم. إذن الواجب المنزلي واحد، سكن سلمان في الشام مع الأسقف. أنت فعلت الواجب المنزلية؟ أنت فعلته؟ الله مبارك. واحد صحيح. اثنان، الشخص الذي طلب من سلمان أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من نصيبين. اثنان، خطأ. نعم، الصواب رجل من عمورية. رجل من عمورية. ثلاثة، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الصدقة. خطأ، الصواب لا يأكل الصدقة. أربعة، سيد سلمان في المدينة يهودي من بني قريظة. صحيح. خمسة، حين سمع سلمان كلام اليهود أخذته رعشة وهو تحت النخلة. خطأ، والصواب وهو فوق النخلة. ويهاف على رأس النخلة. أو عفوا، وهو في رأس النخلة. وفي رأس النخلة. ستة، أول مقابلة لسلمان مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في قباء. صحيح. سبعة، عندما رأى سلمان خاتم النبوة قبله وبكى. صحيح. اثنان، أجب باختصار عما يلي: اذكر أسماء أربع ديانات ذكرت في النص. نعم، تفضل. مجوسية. نعم. ونصرانية
نعم. المجوسية، النصرانية، اليهودية، الإسلام. اثنان، ما المكان المقصود بعبارة يهاجر إلى أرض ذات نخل؟ المدينة النبوية والمدينة. ثلاثة، ماذا فعل الراكب ماذا فعل الركب بسلمان في وادي القرى؟ نعم، ظلموه وباؤوه إلى رجل من يهوذا. نعم، ظلموه ظلموه وباعوه إلى رجل من يهود. إلى رجل يهودي. ثلاثة، اذكر ثلاثة أشياء كان يقوم بها سلمان في الشام. يخدم ويصلي ويتعلم. نعم، يخدم ويصلي ويتعلم. خمسة، لماذا ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم بردائه عن كاهله؟ نعم، عفوا، لأنه عرف أن سلمان لأنه عرف أن سلمان يريد أن يرى يريد أن يرى خاتم النبوة. طيب، التدريب الثالث، رتب الأحداث التالية حسب ورودها في النص. نعم، تفضل. إذن واحد، كان سلمان مجوسيا يعبد النار. اثنان، ذهب إلى الشام ومنها إلى الموصل وعمورية. نعم، ذهب إلى الشام ومنها إلى الموصل فعمورية. What's فا؟ فا is like quicker than ثم. فا is quicker than ثم. It's like ثم ثم عمورية، but فا is like directly. Okay. ذهبت إلى سعيد فمحمد، يعني straight after. دخل سعيد فمحمد. It's quicker than ثم. طيب، بعد ذلك، ولما علم أن هناك نبيا يظهر في أرض ذات نخل سافر مع الركب. نعم، ولما علم
أن هناك نبيا سيظهر في أرض ذات نخل سافر مع الركب. بعد ذلك باع الركب في وادي القرى ومنها جاء إلى المدينة. نعم، باعه الركب في وادي القرى ومنها جاء إلى المدينة. والأخير المدينة قابل رسول صلى الله عليه وسلم أسلم لما رأى الآيات الثالثة الثلاث. نعم، الأخير في المدينة قابل الرسول وأسلم لما رأى الآيات الثلاثة. مفردات التدريب الأول، هات من النص كلمات بمعنى ما يأتي. نعم، إذن من النص كلمة وقت، هل هناك كلمة بنفس المعنى؟ زمن. زمن، نعم. اثنان، جاءته حضرته، جاءته الوفاة حضرته الوفاة. يدرس يتعلم أصدقاءه أصحابه. يسكن يسكن Look if you can find يقطنو. يقطنو from قاطن. هل وجدتم هذه الكلمة؟ يقطنو. لم تجدوا؟ لا بأس، أنا عندي يقطن في الكتاب، يقطن كتاب المعلم. نعم، بعد ذلك علامات آيات أرسل لا أرسل بعث بعث سافرت عفوا رحلت. If you find that one in the book رحلت رحلت سافرت. Do we have انطلقت؟ No, it's رحلت. No, you're right. سافرت is رحلت because it's next to it بين القوسين. Which one did you had with يسكن؟ يقيم. You have يقيم in the book in the no, text. Okay. أقمت. It means same. So I. Yeah. جيد. أحسن من أحسن من خيرا من خيرا من ولدي بنية بنية
هاتي من النص كلمة تناسب كل كلمة مما يأتي. خاتم النبوة. عليه الصلاة والسلام. بسم الله. يديه بين يديه. قاطن النار. سوء رجل سوء. نخل ذات نخل. وادي القرى. قريضة بنو أربني بني نعم بني قريضة بني قريضة. قاتل الله. التدريب الثالث: ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي وسجل معانيها. يعني هذا التدريب لا يحتاج إلا إذا عندك معجم، إذا عندك معجم عربي. وعليكم السلام. فبالتالي تستطيع أن تبحث عن هذه الكلمات. الصدقة charity. صدقة نعم صدق. صدق يعني he spoke truth or he said truth or he did truth. يصدق. العلامة from علم يعلم. علم he knew. يعلم he knows. الغداة هو الصباح. From غدا يغدو. غدا with ألف stick. الألف الممدودة. يغدو. غدوت. غدوت يعني I went in the morning. It's like that. Okay. غدا. نعم. غدا يغدو. He did something in the وقت الغداة. The morning. الهدية. From the verb هادال يا. But it comes from the verb أهدى. أهدى. أهديت. I gave as a gift. يهدي. يهدي is he's giving a gift. سأهدي لك كتابا. I will give you a book. سأهدي لك كتابا. باع. It's from باع يبيع. بعت. I sold. يزعمون. They claim. From زعم. He claimed. يزعم. He is claiming. بعد ذلك انتقلنا إلى الوحدة الجديدة. الشباب. The youngsters. We did not translate الشباب. الشباب are the youth. نعم. الشباب. They are the youth. وهو. This is the جمع. والمفرد شاب. Which بشدة على الباء. This is one youngster. One youth. شاب. شاب. شباب هذا جمع. شابان هذا مثنى. وقد ترجمت معكم صفحة 269. Yesterday we did 269 as well, translating. And
كذلك أعطيتكم واجبا منزليا وهو صفحة 270. 270 was homework. هل فعلت الواجب؟ اللهم بارك. قلوا اللهم بارك. جيد، أحسنت يا أخي. لكن بعض الإخوة قد غاب بالأمس وهم لم يعلموا بذلك. They did not know, so it's not their fault. إذن إن شاء الله بسرعة يعني أصحح مع أخي في الله، نصحح هذا التدريب. أنت فعلت الواجب أخي قيصر؟ اللهم بارك. طيب أخ قيصر، أنت تعمل لي تقوم بقراءة التدريب الأول أو أنا أقرأ وأنت تجيب؟ طيب. والدة عمر قلقة وخائفة عليه، هل يعني هذا صحيح؟ نعم. واحد عفوا خطأ، واحد خطأ. والده، نعم والده. إذن واحد خطأ والصواب والده. اثنان، بلغ عمر 17 من عمره، صحيح. This is the tricky one. Yes, he reached 17 because he finished the 16 years. Subhanallah. This one's very tricky. So he's now 17. إذن ثلاثة، الأب يعامل عمر كصديقه، خطأ. ما هو الصواب؟ يعامله كالطفل، يعامله يعامله كالطفل أو يعامل عمر كالطفل. أربعة، يقضي عمر معظم الوقت مع الأسرة، خطأ. وهو الصواب؟ مع أصدقائه. والأخير، يرى الأب عمر قليلا، صحيح. التدريب الثاني، رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. إذن نعم، واحد، يخرج عمر من البيت متى شاء. اثنان، لا يخبر والده بالمكان الذي يذهب إليه، نعم بالمكان الذي يذهب إليه. ثلاثة، يشعر عمر رجل يفهم كل شيء أنه، نعم يشعر عمر أنه رجل يفهم كل شيء. أربعة، الأب يعامل عمر كالطفل. وخمسة، نعم يقضي عمر معظم الوقت مع أصدقائه، أحسنت. مفردات، الأخ كبير لحظة من فضلك، لحظة. بس لحظة. ارفع سروالك. إذن
نعم مفردات. التدريب الأول: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. نعم. نعم. ما معنى أتمت؟ Completed. The plane completed the journey بسلام, يعني with safety. نعم. نعم. اثنان: أخبرت فاطمة صديقتها بخبر زواجها. نعم. أخبرت فاطمة صديقتها بخبر زواجها. ثلاثة: نسي أحمد كتابه في المدرسة. نعم. بعد ذلك: حاور صديقك ولا تفرض آراءك عليه. نعم. حاور صديقك ولا تفرض آراءك عليه. ما معنى هذه الجملة؟ Converse with your friend. نعم. Converse. It's almost like discuss, converse, your friend, ولا تفرض آراءك عليه. اللهم بارك. Impose. From make it, don't make it fard, compulsory, يعني don't impose. آراءك, your opinions upon him. نعم. هذا عمل يضر الناس. نعم. هذا عمل يضر الناس. وأخيرا: اعمل عملا ينفع الناس. اعمل عملا ينفع الناس. التدريب الثاني: هات الكلمات المرادفة لما يأتي من النص ثم استعملها في جمل من إنشائك. ما معنى المرادفة؟ Similar. نعم. يعني take them from the نص. يعمل يفعل. نعم. عندك جملة: يفعل المسلم الأعمال الصالحة. نعم. المسلم يفعل العمل الصالح. أو يفعل المسلم العمل الصالح. طيب. اثنان: يشاهد يرى. عندك شيء؟ يرى. يرى أحمد الناس.
نعم. يرى أحمد الناس. أحمد sees the people. عندك جملة أخرى إخواني؟ محمد يرى. صديقه في المسجد. نعم، محمد يرى صديقه في المسجد. نعم، محمد يرى صديقه في المسجد. ثلاثة، يريد يشاء بالهمزة على السطر، يشاء. yes. يعني ماذا تريد؟ ماذا تشاء؟ yes، ما شاء الله. yes، شاء يشاء، صحيح. the past tense is شاء. and the I form، what is I wanted؟ شئت. اللهم بارك. شئت. المشيئة is a noun. المشيئة. The will. المشيئة. المشيئة. طيب، بعد ذلك عندك جملة؟ يشاء محمد الحبيبة. نعم، يشاء محمد الحليبة. أيهما أكثر استخداما؟ أيهما أكثر استخداما؟ يريد أم يشاء؟ يريد. نعم، it's more used يريد than يشاء. But that does not mean that يشاء does not be, is not used. Allah سبحانه وتعالى said وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يشاء محمد حليبا. ولد. ابن. But it's not precise. ولد is child. It can be ابن and ابنة. But in the text, what do we have? ابن. In this text. اللهم بارك. أين؟ في أي سطر؟ نعم. فقط الجامعة موجودة في الجملة السادسة من الأسفل. أين الطفل؟ صح، كالطفل. نعم، إذن نترك كلمة ابن ونكتب طفل. ولد طفل. You know, طفل is also not very precise. I'm not very like warm for that. Because طفلون, no, طفلون يف طفلتون. You know, the girl, طفلتون. But ولدون, you don't have ولدتون. Because it's already for boy and girl. ولدون is a child. But nowadays, a lot of people use ولدون as boy. You know,
لدي ولد. I have a boy. They say ولد. But when you go to the dictionary, it's boy or girl. That's what it says. So this is the pure Arabic. It's used for boy and girl. إذن يعني إذا كتبت طفل إن شاء الله جيد. من عنده جملة؟ سأضرب هذا الطفل. نعم. هذا طفل ذكي. نعم you're right. هذا طفل ذكي. ما معنى ذكي؟ Intelligent. No, we don't use dumb. We use castle. ذكيون. What is unintelligent? غبيون. غبيون. غبي is opposite of intelligent, but don't say dumb. That is a bit hard. Not intelligent. لا بأس. غبي وذكي. أذكياء with the hamza on the line. أغبياء with the hamza on the line. This is the plural يعني الجمع. كيف حالك؟ اللهم بارك. اللهم يسر. قل آمين. اللهم يسر. May Allah make it easy for you. وهداك الله. لماذا لم تحضر بالأمس؟ كنت مشغولا. I was busy. كنت مشغولا. أين كنت؟ I was in the house. كنت خارج البيت. أين بالضبط؟ أين تحديدا؟ أنا مشيت الأقدام. أين كنت؟ أين say it in English. مشيت الأقدام. كنت أمارس الرياضة. وتركت العربية. تركت الدرس. You left the class. We did a lot yesterday. لماذا؟ ظننت. You thought it's going to finish early. ظننت أننا سننتهي مبكرا. لكننا تأخرنا. خيرا. اللغة العربية أهم من ممارسة الرياضة. Because none of the ulama, I think, of the Muslims have said that sport is compulsory, fard. But Arabic, there are ulama like Sheikh Islam Taymiyyah and others who said it's fard. Yani it's, you have to be good with your body, but that can also be by not eating too much. Then you can still, and walking, isn't it? إذن يعود. يعود أيها الإخوة. يرجع. نعم هاتي جملة من فضلك. يرجع محمد إلى المدينة. يرجع محمد إلى المدينة. نعم two context. It can be المدينة النبوية or just he returns to the city. نعم
يرجع محمد إلى المدينة. وأخيرا صحيح، لا، ماذا عندنا في النص؟ صحيح سليم، كتبتم سليم، ما وجدتم الكلمة، كلمة سليم؟ The eighth line from the bottom. السطر الثامن من الأسفل. Say this is a sound. This is a sound opinion. This is a sound opinion. هذا رجل سليم. هذا نعم. هذا رأي سليم. هذا رأي سليم. ماذا قلت أخ قيصر؟ عمر غير سليم مثلا. عمر صحته غير سليمة. طيب، إذن we have هذا رأي سليم. أصوات، التقاء الصوتين المثلين، مثلين، مثلين is two the same، مثلين، نعم، مثلين، التقاء الصوتين المثلين. The meeting, what's التقاء؟ Meeting of two sounds that are similar. كل صوتين مثلين التقيا. Every two sounds that are the same, that met each other. What do they mean with two sounds that are similar? They mean two letters, two the same letters, two of the same letter. يعني ميم ميم لام لام. وأولهما ساكن, and the first of them has سكون. وجب إدغامها ونطقهما, وجب إدغامهما ونطقهما كالحرف الواحد المشدد. So what's idgham? To merge. Assimilation. Yes, assimilation or merge. يعني like two become one. Yes. Yes. So they will be pronounced as one letter. ونطقهما كالحرف الواحد المشدد, يعني وتشدد. Like where? فضرب به. I didn't say فضرب به. I made it like one. فضرب به. فضرب به. And here, نعم. فما ربحت تجارتهم. Look, فما ربحت تجارتهم. I didn't say فما ربحت تجارتهم. I made it one, but with the shadda. So you have to give it 2 seconds. You have to give it a more time. You have to stick on it like double. فما ربحت تجارتهم. ثلاثة. وقد دخلوا. Okay. وقد دخلوا بالكفر. I didn't say وقد دخلوا. No. وقد دخلوا. Okay. نعم. But that's with the condition that the first of the two similar letters has sukun. Like ربحت has a sukun and قد has sukun on the dal. And you see it becomes a shadda then.
وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ you see, إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَقُلْ لَهُمْ you see, it's not وَقُلْ لَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ okay. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا you see, عَنْ نَفْسٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ where? The double calf أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ ملاحظة نحوية جزم الفعل المضارع المعتل الآخر what's جزم جزم brothers جزم it comes جزم is سكون and what goes with it جزم يعني it's just like you say مجزوم is جزم like جزمون and رفعون and نصبون and خفضون these are the four جزمون سكون what goes with it رفعون ضمة and what goes with it what do you mean what goes with it ضمة is with the normal situation if it's dual form then what goes with it is the ألف it's جمع مذكر سالم then it's واو because sometimes it's ياء النون like مسلمون that's the ضمة that's like the ضمة in that place That's the رفع. النصب is فتحة and what goes with it. Okay? Like in dual form, it's not فتحة anymore, it's يا. Okay? نعم. So, and also خفض is كسرة and what goes with it. And that is the يا in the dual form. And also جمع مذكر السالم is also يا. Okay? في بلديني. It's normally بلداني. That's the خفض. So مجزوم يعني it has also other meaning جزم is he was certain جزم أنه في البيت يعني جزم يعني he was not in doubt ما كان يشك جزم أن كلامه صحيح يعني he was certain that what he said was correct that his speech was correct جزم أن السارق في البيت that the thief is in the house يجزم جزم يجزم والله أعلم so جزم الفعل المضارع we're talking about the present tense today and you can only do الجزم in the present tense you cannot do that in the past tense okay what are the tools that make مجزوم what are the tools that make مجزوم From them is lam. That's one of the main ones. The lam and the mim. Okay, that comes in the present tense and change it to past tense meaning. Lam adhab. I didn't go. What is the original sign of majzum? Sukun. Okay. And what goes with it? You will see that later on. So, lam. It's one of the tools, أدوات الجزم, called أدوات الجزم, as well, لما, as well, أدوات الجزم, and also, لا الناهية, not the normal negating لا, but the prohibiting لا, لا تذهب, okay? لام الأمر, so there are some of the, نعم. إذن, يسعى الرجل إلى الخير, oh yeah, How do you make مجزوم to a فعل مضارع what has a vowel at the end? They call it المعتل الآخر. معتل is like ill or sick. What's معتل? Sick or ill, يعني incomplete. Defective, بارك الله فيك. Defective. يعني هذا عكس صحيح وعكس سليم. Effective, eh? Defective, yes, defective. Defective. معتل, defective or weak. نعم.
That's why one of the names of Marid, one of the names of Marid is Alil. Ana Marid, Ana Alil. As well as Saqim. Like Ibrahim alayhi salam said, Inni Saqim. Naam. With the sin and the qaf. Ya Mim. Idan. يُجْزَمُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتَلُّ الْآخِرُ. The فعل مضارع, what has مُعْتَلُّ الْآخِرُ, okay, that has a vowel in the end. how does it becomes مجزوم? It becomes مجزوم بِحَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ, by removing the harf al-illa, the vowel letter, yani the ill letter. وَإِبْقَاءِ الْحَرَكَةِ قَبْلَهَا. And you keep the haraka, you know, the, if it has a kasra, kasra in a ya, you remove the ya, you keep the kasra on the letter before it, okay? If it's like, a dhamma, like تَدْعُو, you supplicate, you make dua, anta تَدْعُو. What's the last letter? Harf illa is the waw. Tad'u. And what's before the waw? Is dhamma. So you remove the waw and you keep the dhamma. That's what they say. Okay? La tad'u. Okay? Lam ad'u. I didn't make dua. Lam ad'u. Wa ibqa al harakati qablaha. Yas'a al rajulu ila al khayr. Lam yas'a al rajulu ila al shar. What's lam yas'a? Strive. Allahumma barik. He didn't strive. So, what happened here? It was like this before, brothers. How do you write it before the removal of harf al-illa? How? Which alif? He tried alif maqsura, yas'a. As'a, I strive. So what happened? Because of lam? Yes, you remove the vowel. Keep the fatha. Okay. The man did not strive to evil. لم يسعى الرجل إلى الشر. يدعو الولد صديقه. لم يدعو الولد صديقه. يقضي الطبيب العطلة. لم يقضي الطبيب العطلة عطلته. يصلي المسلم الظهر. لم يصلي المهمل الظهر. What's المهمل? المهمل, the person that neglects, the negligent. Yes, the negligent. That's المهمل. أنا المهملة. المهملون. المهملات. التدريب. هات المضارعة من الأفعال التالية مسبوقا بجازم. You have to precede it. What's مسبوقا? Preceded by a جازم. يعني like لم. Okay brothers? Like لا الناهية. وضبط آخره بالشكل, and vowelize its end with a shakal, and you have to put a shakal. كما في المثال أعطى يعطي لم يعطي. He didn't give, لم يعطي. روى المضارع. What is he is narrating? يروي. لا, you do لم or you do لا? We do لم. لم يروي. What's ما هو الحرف الأخير؟ واو بالكسرة. رمى يرمي. He didn't throw. لم يرمي. كيف نكتبها؟ الميم. نعم, الميم مع الكسرة. كوا. Who knows what كوا is? He ironed. يكوي. نعم. لم
يكوي آخر حرف واو بالكسرة. قضى he spent يقضي لم يقضي. جميل. فهم المسموع. طيب أنتم جاهزون؟ اقرأوا الأسئلة من فضلكم ثم سنبدأ بعد ذلك إن شاء الله. اقرأوا الأسئلة. كيف كانت الحياة؟ نعم. كيف نعم نبدأ إن شاء الله. بسم الله. كيف كانت الحياة في أيامكم يا جدي؟ كانت سهلة، لم نكن نعرف هذه المشكلات التي تواجهونها أنتم اليوم. قال الحفيد، what is الحفيد؟ grandson، ودال حفيد، وجمعه حفدة، تعني مشكلات التعليم والعمل والزواج. قال الجد نعم. لم نكن نعرف مثل هذه المشكلات، كنا نقضي سنوات قليلة في طلب العلم ثم نعمل في أي مهنة نريد، وكان الزواج لا يكلفنا مالا كثيرا. said يعني I repeat كنا نقضي سنوات قليلة في طلب العلم ثم نعمل في أي مهنة نريد، وكان الزواج لا يكلفنا مالا كثيرا. نعم. قال الحفيد لقد كنتم سعداء يا جدي في تلك الأيام. قال الجد الحمد لله. أما الشباب اليوم فحياتهم صعبة جدا، فالشاب يقضي ثلث عمره في التعلم، وبعد أن يتخرج في الجامعة لا يجد عملا إلا بعد سنوات عديدة، ولا يتزوج إلا بعد 30 من عمره في الغالب، لأن الزواج يكلف كثيرا من المال هذه الأيام. قال الحفيد أراك يا جدي تشعر بما نشعر به من الألم. قال الجد أنا مع الشباب يا ولدي وأرجو لهم الخير دائما. قال الحفيد وما العمل وبما تنصحنا؟ قال الجد أنصحكم بالعمل والصبر. أنصحكم بالعمل والصبر، واعلم أن الإنسان يكون سعيدا في الحياة إذا واجهته المشكلات وعرف كيف يحلها. قال الحفيد كلام طيب ونصيحة طيبة. التدريب الأول. ما عمرك؟ ما عمرك يا إخواني؟ Oh yeah, first the answers. Sorry. نعم عفوا. كيف كانت الحياة في الماضي؟ الجواب سهلة.
سهلة فاصلة كما ليس فيها مشكلات ليس فيها مشكلات اثنان ما المشكلات الثلاث التي يواجهها الشباب اليوم التعليم والعمل والزواج ثلاثة التعليم والعمل والزواج والعمل والزواج لماذا لم يكن الناس في الماضي يواجهون مثل هذه المشكلات الجواب طويل هذا الجواب طويل لأنهم كانوا يقضون سنوات قليلة في طلب العلم ويعملون في أي مهنة يريدون ولم يكن الزواج يكلف كثيرا نعم Yeah, you can write it. يعني try to write it. I cannot fill it in one line. Yeah, maybe you can write up on the top. أربعة متى يتزوج شباب هذه الأيام في الغالب؟ نعم بعد الثلاثين بعد الثلاثين. نعم. Just اختصار يعني briefly بعد الثلاثين وخمسة. بما نصح الجد الحفيد بالعمل والصبر نعم بالعمل with you know he advised him to act action you know to act and patience تكلم what's تكلم speak تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك نشاط ثنائي dual activity ما عمرك ما عمرك يا أخي عمري نعم عمري ثلاثة عشر your 13 اللهم بارك ما عمرك إخواني This is sensitive هذا سؤال حساس Sensitive question حساس With double scene حساس Shut down the first scene And حساسية What's حساسية I have حساسية is allergy Allergy حساسية طيب yes, جيم حا and then ساوت شدة حساسية with شدة also on the ya حساسية allergy and حساس هذا موضوع حساس this is a sensitive topic موضوع حساس طيب متى نعم لدي حساسية من الفول السوداني الفول السوداني Fool is normally beans, but the peanuts is called Sudanese beans. Okay, peanuts is foolun Sudaniyun. Sudan would seen Sudan's country. Nam, that's how it's called in Arabic. Foolun Sudaniyun. Because some people they have allergy of nuts, against nuts. Ithnan, mata takhruju min al-bayt? When do you go out of the house? في الليل you go out in the night طيب لماذا لا يقول لا أدري لا أدري ليس مشغول طيب نعم يعني people close the door and you go out نعم اللهم بارك صح نعم طيب نعم you chase the thieves الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم بارك جميل الله أعلم طيب متى ترجع إلى البيت يعني when you go in the night when do you come back
متى ترجع إلى البيت؟ منتصف الليل. في منتصف الليل. في منتصف الليل. In the middle of the night. ميم نون تا صاد فا. منتصف الليل. يعني it's like في نصف الليل. نعم. لماذا؟ For sleeping. للنومي. طيب. هل تخبر أهلك بالمكان الذي تذهب إليه؟ هل تخبر أهلك؟ هل تخبر أهلك؟ Do you inform? Yes. Do you inform your family? Truth. Choose. تختاروا. تختاروا. Choose is تختاروا. But تخبر is inform. جيد. أهلك is your family, يعني your wife. أهلك بالأصدقاء, with the friends, الذين, no. هل تخبر أهلك بالمكان, about the place, الذي تذهب إليه؟ لا. لا, لا تخبر الأهل. لماذا؟ It causes problems. يعني هذا يسبب مشاكل. هذا يسبب مشاكل لي. It causes problems for me. What about it asks too much questions? She asks too much questions. هي تسأل أسئلة كثيرة. نعم. نعم. It's not her. It's not her busy. What's her business? It's not her business. Not busy. It's not her business. ليس شأنها. ليس شأنها. No, fine. ليس شأنها. But أخي الكريم, if we are wise, if we think wise, you don't have to inform her. But if you inform her and something happens, and you don't come back, she knows at least where you was. You understand me? It's for your own benefit. You understand me, brothers? And the wife, she might be. نعم أيها الإخوة. نعم. She might be concerned if you don't tell her where you go and you come late. نعم. طيب. هل تخبر أهلك بالأصدقاء الذين تذهب معهم؟ لا. ولماذا؟ نعم. هل تفضل الخروج مع الأهل أو مع الأصدقاء؟ هل تفضل الخروج مع الأهل أو مع الأصدقاء؟ خروج مع الأصدقاء. نعم. يعني you said أفضل الخروج مع الأصدقاء. لماذا؟ طيب. بسبب أمور تخصني. Because of issues that concern me. طيب. ناقش الموضوعات التالية مع فريق من زملائك. نشاط الفريق. Discuss this. Discuss the following topics with a group of your classmates. This is a group activity. كيف تعامل والدك؟ How do you deal with your father? لماذا؟ How does I deal with him in a good way? وعامله بالحسنى. وعامله معاملة حسنة. كيف تعامل أمك؟ أعاملها معاملة حسنة. كيف تعامل زوجك؟ يعني it's all the same. يعني if it's really like that, okay. نعم. طيب. مرحلة الشباب. This is another
topic. What's marhalat al-shabab? Stage of? Of the youth. Stage of the youth. نعم مرحلة الشباب the stage of the youth فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية ما أهم مرحلة في حياة الإنسان what is the most important stage in the life of the human لماذا why اثنان لماذا يعطي الإنسان في شبابه أكثر مما يعطي في بقية عمره why Does a human being gives in his youth more than what? Mimma than what? What mimma than what? Normally it was minma, mim nun space ma. Than what he gives in the rest of his life or remaining of his life. Remainder. Of his life. اللهم بارك. ثلاثة ما رأيك في الشاب الكسلان؟ What is your opinion about the lazy youngster, the lazy youth? بأيهما تتقدم البلاد؟ With which of them two does the countries what's تتقدم Progress. بقوة الشباب with the strength of the youth. Or بخبرة الشيوخ. اللهم بارك. Or with the experience of the elders. It's not true that, all is youngsters. No. If a youngster is strong in everything, but without the elders, what can people, how far can they come without the elders? They are the people of the experience. You understand me? Nan, the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-barakatu ma'akabirikum. The blessing is with your elders. نعم. And ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. It's not from us who has not mercy upon our youngsters. And respect the elders. You have to respect the elders. And you know, you have to give them a position in the society. طيب. I say you translate مرحلة الشباب. The stage of the youth أهم مرحلة في حياة الإنسان is the most important stage in the life of the human وأغلى ثروة عند الأمة what's أغلى most expensive from غالين is expensive عكس رخيص with the صاد رخيص is cheap So أغلى is most expensive, just like what's most cheap, أرخص. عند الأمة, what's ثروة? Fortune. It's the most expensive fortune عند الأمة with the أمة. الأمة is like the nation. ومرحلة الشباب هي مرحلة العطاء والعمل and the stage of youth is the stage of what's العطاء giving والعمل and action or work نعم والإنسان الذي لا يعطي في شبابه and the human that لا يعطي في شبابه doesn't give in his youth قلما What's قلما Other word for قلما is نادرا What's نادرا with the dal? Rarely.
قلما is other word for rarely. قلما يعطي في بقية عمره. Rarely he gives في بقية عمره in the rest of his life. وكان كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الشباب. And many from the companions of the Messenger صلى الله عليه وسلم من الشباب. نعم, where from the youth. I will stop here inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرباء غرباء غرباء.